رجعنا للمنافسة وللصيف. Thank you can dance. نعتذر عن انقطاع الإرسال عن بعض بسبب أحوال الطقس الرديئة. سهرتنا الليلة مميزة بأجواءها وبالمواضيع اللي اختاروها المشتركين لرقصاتهم. مسرحنا واللعان بالموسيقى والفرح والقوة. القوة. لما اختاروا بيير وميريام القوة ما كانوا عارفين انه رح يضطروا يتصادموا ويتحدوا بعضهم. تمارين تحت عنوان القوة والشراسة. شوفوا بعينكم. هالجمعة اخترنا موضوع باور لانه بفتكر هي اكثر كلمة واكثر موضوع بيمثلنا ككابل. مزبوط. يمكن العالم اقل شيء بتوقعوا منه القوة والباور لانه يمكن بشوفونا هيك صغار على المسرح. القوة مش بس بالحجم، القوة هي انك تطلع هيدي القوة اللي جواتك للعالم. هالقوة اللي بخلينا نتقدم ونعطي اكثر لقدام. We are the power couple of the competition. Well, well, well. مبسوطة ماكسيمم لأنه باور وهيب هوب اجتنا بالوقت المناسب. القوة باور إيكوال شانتيل. This week you guys chose power. Yes. So that means you must be strong. Are you ready? We don't have time for this. We're getting ready to work very hard. Yeah. We're scared now. What, yeah. You should be. What do you think we're gonna do with these sticks? Are we fighting or something? Fighting? With this? Oh my god. Today everything you thought you knew about dancing is no more. We are going to focus on fighting for now. I'm very serious, and I'm going to get to swinging in about 2 seconds. Let's go. Here we go. It's a fighting scene. Who's stronger, Miriam or Pierre? We'll find out later. One, two, and three, and four. رقصة صعبة وخاصة إنه معنا بروبس عم نشتغل فيهم، يعني أقل شغلة غلطة فيها تأذي بارتنر تبعك. That's okay. Yeah. Go. Don't be afraid, but you have to look at where you're hitting. I'm very worried about this fight scene. Hopefully, they're not going to mess up because any miscalculated steps, one can go down. I'm sure I can crack my eye. Potential. Sorry. Kick! Go! 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 Yes. طلعتني من كاركتيري شانتيل. خلتني صير الوحشة. You don't like him. He doesn't like you. She does. No. No, she doesn't. I want don't you. Like him. You either. Like him and you think you're gonna get her because she's a girl, but that's not what that's it is. That's not funny, baby. عادةً العالم بتشتغل على الكيمستري، نحن لازم نقطع هالكيمستري هالمرة ونحارب بعضنا. ما رح فرجيك القوت اليوم بالتمرين، رح اتركها كلها لللايف. حيشوف وحش. شوف باور. Who's gonna be the last man standing? We'll see that in the live. Yeah. Of course. But I'm gonna be winner. خلينا نشوف مين رح ينتصر على مين بهالرقصة. على إيقاع We Will Rock You، ميريام شامي وبيير خضرة. We're gonna take off.
Mortal Kombat, Miriam وبيير. ليش كبيت شالي بيير؟ كنت بدي أنها استلمها. يلا بسيطة. بدي أشكر أكيد المصممة الأمريكية شانتال هيف. What a powerful choreography, Chantal. They really rocked the stage. Thank you. Let's see if you rock the jury. خلينا نشوف شو رأي شارل ماكريس. You rock me. Yay! Powerful. ستايل لباس. انرجي موجودة. كل واحد مشي مع بعض. غبرة. Step up three. Boo. بعقد. Bravo. Thank you, Charles. نيلي. بيير ومريم مبدئيا صدمتوني، لان اول حاجه لو افتكر الرقص الاولانيه لما كنتوا عاملين عرايس وبوبي ولزاز وكيوت، طبعا كنتوا شرسين واقوياء. ويو روك مي. ثانك يو نيلي. يو روك تشارل اند نيلي. ليتس سي بيير. ريتا، اول شيء لازم احكي معك من فضلك. بدي اشكرك كثير كثير عشان انت بتترجمي لي كل اسبوع من الانجليزي للعربي. سو شكرا، ميرسي اند ثانك يو ريتا فيري ماتش. ثانك يو بيير، اتس ا بليجر. بادوكو. ثانك يو بيير. I loved your interpretation to the music. The fight scenes were very believable. This was sharp, crisp, and accented choreography. Well done. لكن كان أداء محدد ودقيق. حب كتير كيف ترجمته وأديته الرقصة، والتحدي بيناتكم كان كتير حقيقي وحلو. ألي صار. مريم، أول شيء بدي لك برافو أنه قدرتي تتحكمي بهالبروب الطويل كتير، واللفت ورا الظهر هي شغلة كتير صعبة، برافو عليكي. وكمان بدي أقول لك حبيت لأنه شفت كاركتير جديد، مريم المهضومة ما كانت موجودة اليوم، شفت مريم الوحشة. بيير، حبيت ستيلك، حبيت حركاتك. You rocked. Thank you. You rocked the jury. بيير وميريام، لنشوف if you rocked the audience على تويتر ومنشوف تعليقاتهم. أول تويت لبيير وميريام. Power is right. You guys are not only the power couple, you're powerful. You rocked us and you rocked that stage. لكن كان في قوة عندكم ميريام وبيير، مش بس ثنائي قوي بس كمان ولعتوا المسرح، كنتوا كثير قوية. تاني تويت لميريام وبيير. Dancing is like acting and you two were Hollywood stars on the stage. Miriam and Pierre are the best. شو حلوة هيدي. عم بقول انه الرقص مثل التمثيل، اثنيناتكم كنتوا مثل نجوم هوليوود على هالمسرح. ميريام وبيير انتوا الافضل. اذا مصرين تبقى ميريام بالبرنامج، بعتوا يلا ثلاثة. ميريام برهنت عن موهبة مميزة خلال الأسابيع الماضية. بدنا نحيي والد ميريام اللي منحبه كتير ومنقدره كلنا، واللي هلأ عم يحضر ميريام ومعنا بالجمهور. وأكيد بدكم تشجعوا بيير، بعتوا له يلا 11 وما تنسوا تزيدوا كلمة يلا لينحسب صوتكم. بعد هالعرض الإيطالي صار لازم نصفي ذهننا. شكرا ميريام وبيير، مقضينا هيك معكم هديك الحلقة. ثانك يو، يعطيكم العافية. منكمل مع المواضيع المهمة اللي اختاروها المشتركين واللي بتخبرنا عنهم وعن أحلامهم.